السلام عليكم أيها الأحبة والأصدقاء متابعي حكاية المنامة وحديث الذاكرة. هذه المرة سنقف مع شخصية منامية من فريق الدواودة، مهمة جدا ومتعددة المجالات والمواهب أيضا، من عام 1955 إلى حد الآن وهو يصول ويجول في جميع المجالات، ولكنه تخصص أساسا في مجال الهندسة. سيكون معنا في اللقاء التالي المهندس الدكتور ضياء عبد العزيز توفيقي. باعتبارك مهندس وخبير الآن في العمل التطوعي، سنبدأ من البداية، ولكن من عنوان ديوانك الشعري الذي أطلقته بعنوان بعيدا عن كل شيء، فعلا يعني بعيد عن كل شيء، وسنعود للديوان لاحقا، لكن سنبدأ بالبيت العود، لأن أنت عندك قصيدة أيضا في الديوان عن البيت العود. فالبيت العود هذا الذي ولدت فيه ونشأت فيه في فريق الدواودة في المنامة كما نعلم، كيف كان ومتى كانت؟ هو طبعا أنا أصدرت كتاب يحتوي على خواطر شعرية بالإضافة إلى خواطر ثانية عن ذكريات الفريج، فريج الدواودة تحديدا بما فيه البيت العود. يعني لما توفي الوالد الله يرحمه، أنا كنت يعني هو كان في حياته رافض أن نرمم البيت. لما توفى أنا قلت يجب أن أتخذ قرار يتم تحديث وتطوير ترميم البيت. يعني كان شيء مؤلم بالنسبة لي، على أساس يعني خلنا نقول استخدم كلمة ألعب في التراث، يعني وشيء الوالد كان رافضه تماما، لكن نظرا للظروف اضطريت أنا على أساس أن أحمي البيت ليعيش مدة أطول. فتم ترميم البيت وكتبت خواطر شعرية، فقلت بقيت صرحا شامخا، شهدت أياما وتعاقبت أجيالا وتغيرت أحوالا، فصمدت أمامهم، يعني البيت صمد أمام الكل كل الظروف، فصمدت أمامهم رمزا للجمال للحب والترابط. طبعا القصيدة طويلة، هاي الجزء الأولي فقط. يعني طيب احنا نريد ان يعني بما انك انت مهندس، هندس لنا فريق الدواودة من يوم كنت طفل تحبو وايضا صبا تلعب في هذه المنطقة، وصف لنا فريق الدواودة. طبعا فريق الدواودة كأي فريق آخر، الفرجان كلها في البحرين يعني تتداخل بعضها في بعض، فمن الصعب تحديد يعني ذكر حدود أي فريق. يعني بصفة عامة يعني هناك الفرجان اللي تلاصق في فريق الدواودة، أولا رأس رمان، هناك شارع يفصل بين فريق الدواودة وفريق رأس رمان، وبعدين عندنا فريق العوضية اللي هو ملاصق لفريج الدواودة وكذلك فريج السوار. ومن ناحية ثانية محل ما عندنا حين محلات أشرف شارع القصر كان بحر، وهذه الشارع اللي كان يفصل بين فريج الدواودة وفريج الحورة. طبعا من المعالم الرئيسية للأشياء الرئيسية اللي في فريج الدواودة مثلا عين بوغيس، مصنع النمليتي للثلج، مسجد الدواودة وأشياء ثانية. يعني ذكرياتك مع هذه الأماكن من يوم طفل وصبي؟ والله يعني طبعا ذكريات طويلة، يعني طبعا البيت كان جميل مصمم يعني على أساس في وسط الحوش. من كان في البيت هذا؟ العائلة كلها، اللهمة الوالد والوالدة الله يرحمهم، وجدتي وعمتي وخواتي وإخواني كلهم هناك. يعني هل انت بالابن الاول ولا الابن الثاني او الثالث؟ الابن الخامس. الخامس قبلي اربع اخوات، وبعدي اخواني نجيب وزهير، وبعدين اخر العقود نهاد. والجيران تذكرهم من كانوا؟ نعم الكثير من الجيران، يعني فان شاء الله يعذروني اللي يعني ما اتذكر اساميهم، بيت البسام، بيت اخوند، بيت جناحي، بيت مطلق، بيت الشيخ أحمد، بيت عيد آدم، بيت اليوهر، بيت قاسم خنجي والد الفنان إسحاق خنجي، وبيت عبد الرحيم كمال، وطبعا عوائل بيت الذوادي والكثيرين بعد. يعني لهذا السبب سموه الدواودة على أساس بيت الدوادي. نعم، على أساس كان أكبر بيت يعني هو. طيب الوالد نعلم بأنه كان تاجر أو وجيه حتى في المنطقة،
فهل تأثرت به من يوم انت شاب؟ هل يعني قال لك روح مطوع، روح مدرسة؟ وطبعا الوالد كان يدير محلات كاليفورنيا هاوس. محلات كاليفورنيا هاوس وهو محل في ذاك الوقت كان من أشهر المحلات يعني لبيع المنتجات الراقية يعني. والمحل طبعا تابع للسادة مصطفى بن عبد اللطيف، وأنا كنت أداوم معاه يعني دائما يعني بعد المدرسة وفي الإجازات وكذا، وكنت أستمتع بالعمل معاه يعني، وتعلمت منه يعني الكثير. فنشأتي كانت يعني مع الوالد في من خلال العمل في السوق، وتعلمت الكثير يعني، وكان عندي حب للاطلاع على كيفية إدارة العمل، والحمد لله يعني. وذكرت هالشيء بعد في كتابي بعيدا عن كل شيء يعني، استمرت هالخبرة معاي لفترات طويلة يعني إلى بعد التخرج. والدراسة هل رحت مطوع أو رأسا المدرسة؟ طبعا في ذاك الوقت الكل كان يروح مطوع يعني. خالتي كانت يعني عندها المركز مثل ما نقول يعني، فرحت لها لفترة بسيطة. بعدين طبعا المدرسة يعني ابتديت في مدرسة القلب المقدس أجنبية. أي نعم، بتحك سنة واحدة. بعدين الوالد الله يرحمه قرر أن ينقلني لمدرسة رأس رمان في المرحلة الابتدائية، على أساس هي على بعد خطوتين من البيت يعني. كم كان عمرك يوم تدخل القلب المقدس؟ ما أذكر بالضبط، بس يعني 5 سنوات يعني على أساس ابتدائي. يعني خسرت سنة واحدة أنا لما على أساس لما نقلت من القلب المقدس لرأس رمان يعني. بس استفدت من وجودك في القلب. استفدت، وللحين أذكر يعني لما دخلت المدرسة أنا كنت الوحيد اللي يتكلم إنجليزي. ما شاء الله. كانوا الطلبة يتجمعون دار مداري وخلوني أتكلم يعني كلام بالإنجليزي، ذاك الوقت كان شيء غريب يعني. وبعدين واصلت الدراسة. من مدير مدرسة رأس رمان يوم كنت موجود؟ مدرسين، زملاء تذكرهم؟ طبعا ابتديت مع المرحوم على الأستاذ عدنان شيخه. نعم. وبعدين جاي المرحوم جمعة المنديل. بالنسبة حق المدرسين، الملاحظ أن الأغلبية كانوا من الحد، ما أدري ليش التوزيع كان كذي، بس يعني يعني نسيت أساميهم. الوحيد اللي أتذكره الأستاذ خالد المسلم ما شاء الله. غيرهم كان هناك أستاذ أحمد زليخ الله يرحمه، وكان هو قائدنا في الكشافة بعد يعني. بس غير هاي بصراحة يعني ما تحضرني الذاكرة يعني. طيب وبعد رأس رمان وين رحت؟ الإعدادي أو ثانوي؟ اي نعم، هاي هني في قصة حلوة يعني. أنا فضل. يعني رغبتي كانت أني أروح مدرسة القضيبية الإعدادية، لأن أعرف عدد من الأصدقاء هناك. لكن في ذاك الوقت شنو كان يصير؟ لما يصير الانتقال من مرحلة إلى مدرسة أخرى، كان في اتفاق مع الوزارة على أساس كل هالمدرسة تحول إلى مدرسة ثانية. وأنا كنت راغب أروح هاي القضيبية، بس مدرسة رأس رمان حولوا كل الطلبة إلى مدرسة أبو بكر. فأنا رحت بدون أي ترتيب إلى مدرسة القضيبية وقفت وياهم في الطابور. المدير كان ينادي على الأسماء، بقيت أنا بروحي واقف. قال لي مين أنت؟ أنا كذا. من وين جاي؟ كان أستاذ المرحوم عبد علي عباس، أنت من مدرسة رأس رمان. قال لي يلا أرجع مدرستك. وبعدين تدخلوا الجماعة في مدرسة رأس رمان ورجعوني، وتميت في المرحلة الإعدادية في القضيبية، وكونت الكثير من الأصدقاء وعلى رأسهم المرحوم الدكتور أحمد عقيل الجناحي وبقية الأصدقاء، ومجموعة كبيرة اللي وصلت وياهم الدراسة ولحين على اتصال وياهم. كانت الإعدادية سنتين فقط في وقتها؟ سنتين نعم. والثانوية وين كملتها؟ المنامة الثانوية طبعا قسم العلمي، وهني لا تسألني عن أسماء المدراء لأن بصراحة ما أتذكر يعني. ما تتذكر أي مدير مدرسة مريت عليه؟ أبداً. بس لا جميل ولا يمكن كان أستاذ جميل. نعم أستاذ جميل، لأن يقولون المحري أيضاً تولاها فترة. ما أعتقد في وقتي يعني. نعم، بس اسمح لي على ضعف الذاكرة. ما عليك. عموما اخذت الثانويه يعني كامله، وبعدين بعد تاتي الدراسات العليا طبيعي بعد الثانويه. فهل اخذتها في البحرين ولا برا؟ رغبه الوالد الله يرحمه ورغبتي ان ادرس في الهند،
عقب التخرج من المدرسة قدمت أوراقي في منطقة في الهند اسمها بوبال، أنا وزميل لي. فقبل أروح وأقرر الالتحاق بالجامعة الهندية كان في الأستاذ إبراهيم الحمر يدرس هناك، بس مو في بوبال، في منطقة ثانية. في الصيف كانوا يعودون البحرين، ودائما كانوا يتمشون، أذكر في شارع باب البحرين، الخريجين اللي كانوا يرجعون البحرين خلال فترة الصيف دائما كنا نشوفهم يتمشون في أي الشارع. فلاقيته وسألته يعني الموضوع كذا، يعني هل أروح الهند؟ قال لي لا تروح، والوضع صعب هناك والسكن صعب. سنة كم هذا الكلام كان؟ سنة أتوقع 73، 73 تحديدا. نعم. فقال لي لا، عندكم كلية الخليج في البحرين، كلية حديثة وراقية، ادرس هني وبعدين كمل دراستك في بريطانيا. نعم. سمعت كلامه والتحقت بكلية الخليج وكملت الدراسة في بريطانيا، والحمد لله نصيحة كانت في محلها، والشكر لأبو عبد الله. بين ساوثهامبتون ولفبرا يعني دي كانت دراساتك العليا في بريطانيا بين ماجستير والدكتوراه وكذا. نعم. هل تمت في فترات متلاحقة أم متباعدة هذه الدراسة؟ متباعدة. كانت فترات متباعدة. الماجستير من سنة 2000 تخرج 1985 عفوا 1985. نعم. الدكتوراه سويتها عن بعد في وقت متأخر يعني. فبعد يعني الرغبة كانت موجودة من سنوات طويلة للحصول على الدكتوراه، لكن ظروف العمل يعني ما أسمحت والارتباطات وكذا، لكن أصريت في وقت متأخر سنة 2012 تحديدا أن أبتدي في دراسة الدكتوراه، والحمد لله سنة 2017 حصلت على الدكتوراه. جميل جدا. طيب يعني تواصلا حتى مع البيت العود، هل تركت لك يعني ذكرياتك في فريق الدواودة شيء في اختيارك للهندسة؟ هو طبعا أقدر أقول على فكرة يعني دكتور البيت والفريج، يعني نبتدي بالبيت، البيت العود كان أشبه بالنادي، يعني شعلة من النشاط. عندنا مسرح فوق السطح من خشب ما شاء الله، وتحت لأن كان في حوش عود كنا نستعمله حق الأشياء الرياضية، نلعب كرة القدم، الريشة، الطائرة في البيت ما شاء الله، والأنشطة الثقافية والمسرحية والموسيقية كلها كانت على السطح ودعوة الفريج. التذكرة كانت يا 50 فلس أو 25 فلس في ذاك الوقت يعني، والحمد لله يعني حتى كانوا يجونا أصدقائنا من رأس رمان مثل محمد الخزاعي وغيرهم يعني يشاركونا، يعني وغير أصدقائنا بقية الأصدقاء في من فريج العوضية يشاركون يعني في هاي الشعلة من النشاط، والنادي سمينا نادي الوحدة في ذاك الوقت يعني. نفس نادي الوحدة اللي طلع ولا التسمية فقط متشابهة؟ ذاك الوقت نادي الوحدة كان نادي العربي في الحور، عربي، وأنا من مشجعين نادي العربي يعني. فبس هذه قبل تسمية نادي الوحدة، فسمينا نادينا نادي الوحدة يعني فوق السطح يعني، واستمر نادي بيتي يعني، نادي فريجي يعني ممكن نقول. يجون الفريج كله داخل البيت العمو، فريج ومن أحسن ما يمكن، واستمتاع وأحسن استغلال للوقت يعني. تذكر أحد من زملائك في هذا الفريق يعني ولا نسيتهم الحين؟ أذكر بعيال كانوا عيال جناحي، فهيم، بيت الصادقي، عندي صورة لهم فممكن نستعرضها. جيد نستعرضها بعدين. طيب الهندسة هذه اللي ظلت في دمك من يوم أنت صغير وأخذت فيها الشهادات، أين بدأت العمل الحكومي أو حتى الخاص في بعض؟ طبعا بعد تكملة للإجابة على سؤالك دكتور، أن وأنا صغير سويت مجسم صغير في البيت، كنت يعني كنت هاوي نجارة ذاك الوقت يعني، فمن بلايوود فسويت مجسم مدينة مصغرة ما شاء الله. فالمدينة فيها مسجد ومدرسة وكذا وكذا، وعندي صور لهاي المجسم يعني. جميل. من ذاك الوقت يعني في المرحلة الابتدائية تعلقت بالتصميم والهندسة وكل هالأمور يعني. وطبعا عقب ما تخرجت عملت في شؤون الطيران المدني في مطار البحرين يعني، ف
كوزارة مواصلات يعني؟ وزارة مواصلات نعم. واشتغلت هناك تقريبا 24-25 سنة في مناصب مختلفة، من بديت من مهندس متدرب إلى مهندس مشاريع إلى رئيس مهندسين، ومن ثم مدير إدارة الهندسة والصيانة، مسؤول عن كل مشاريع المطار والصيانة والتخطيط. وسنة 2003 قلت أحتاج تحدي جديد في حياتي، تركت العمل. تحب التحدي أنت دائما؟ نعم أحب التحدي وأحب التغيير دائما، يعني ما أمشي في روتين معين لا في حياتي العملية ولا الوظيفية ولا أي شيء كان يعني. فالتغيير جميل لكل إنسان يعني، أو التغيير الإيجابي لازم نحدد، مو بأي تغيير كان. فاتجهت إلى العمل الخاص في 2003. نعم اتجهت للعمل الخاص وفتحت لي مكتب هندسي، وأنا لحد الحين مواصل في هاي المجال يعني. يعني هل يعتبر تقاعد مبكر تركت الوزارة يعني؟ أي نعم يعتبر تقاعد مبكر، ولا يعتبر تقاعد، لأن التقاعد معناته خلاص يعني ما يكون عنده ارتباط بالعمل. أنا لا، تركت وظيفة ودخلت مجال آخر هو يعني أصعب من الوظيفة، لأن برايفت شخصي يعني. طبعاً مسؤوليات تزيد والتزامات تزيد، الوقت المطلوب في العمل الخاص أكثر من الوظيفة، وكل هاي بحد ذاته تحدي. لكن في نفس الوقت اتجهت إلى العمل التطوعي، فش الحكاية؟ هو مثل ما قلت لك دكتور، يعني العمل التطوعي في دمي من الصغر. فمن الصغر النادي اللي ذكرته يعني، كل هذه كان يعني كنت أترأس النادي، وكل هالأعمال عبارة عن عمل تطوعي. دخلت الأشبال في الابتدائي، بعدين الكشافة عمل تطوعي. فحب عمل التطوعي لازمني من الصغر يعني، كان شيء في غريزتي. على فكرة الكشافة يعني تدرجت فيها في مناصبها ولا مجرد دخول فقط وخروج منها؟ لا طبعا، هو بداية في مرحلة الأشبال. نعم. وبعدين مرحلة الكشافة. في أي مدرسة؟ بعد رأس رمان يعني. رأس رمان. وكان نشاط رهيب يعني في ذاك الوقت يعني، وللأسف يعني عالميا نشاط الكشافة تقلص يعني جدا يعني، كما يقال يعني لأسباب الميزانية يعني. بس يعني الكشافة فرصة ممتازة حق الشباب يعني للتطور ولتعزيز الثقة في النفس وكل هالأمور يعني. فهذا العمل التطوعي بدأت من هاي المسألة يعني، في الكشافة زرعت فيك هذه. قبل الكشافة. قبل الكشافة. من الصغر، من المرحلة قبل، لما كنت أشتغل في البيت، أعمل في البيت، وكان عندي حب العطاء، حب العمل، حب خدمة دون مقابل يعني. لأن العمل التطوعي دائما كذي أساس عمل التطوعي إيه؟ تقديم خدمة دون مقابل يعني. فواصلت يعني في مراحل الدراسة في أي مجال كان، كنت أعمل في العمل التطوعي. بعد التخرج اتجهت إلى العمل التطوعي المهني، فاشتغلت كثير وفي جمعية المهندسين البحرينية يعني، من أول ما انضميت للجمعية سنة 79 كعضو دخلت. هي تأسست 72؟72. اللجان المختلفة إلى أن رشحت روحي لمجلس الإدارة، وبعدين كنت في مجلس الإدارة تحت عدة رؤساء، منهم المرحوم هشام الشهابي والمهندس عبد الله جمعة والمهندس عماد المؤيد. في هاي الفترة تدرجت في كل المناصب تقريبا في مجلس الإدارة، وصرت يعني على علم وعندي خبرة بكل الأنشطة ومتطلبات العمل التطوعي المهني. قابلت المهندس الوكيل السيد جميل علوي ولا؟ اي نعم، بس قابلته نعم، وصديق وما زلنا على اتصال، لانه ترأس الجمعية اعتقد. نعم، بس كان رئيس للجمعية قبل ما انا ادخل مجلس الادارة. فبعد ما كملت هاي الفترة قلت الحين حان الموعد ارشح روحي لرئاسة الجمعية. ففزت في رئاسة الجمعية اول مرة سنة كم؟ 97. فواصلت لثلاث مرات، ثلاث دورات عفوا متتالية يعني. إلى 22 أعتقد أنت. لا لا لا، 2002 فقط. 2002 فقط. فهني خمس دورات أخذتها ولا كم؟ أول شيء ثلاث دورات وكملت، والحمد لله يعني أعتقد كانت فترة يعني ممتازة. كل دورة كم سنة هي؟
سنتين. بعدين تركت الرئاسة بس ما ابتعدت عن الجمعية وايد يعني على أساس كنت مشغول بعملي وكذا. وبعد تقريبا 16-17 سنة قررت أرشح روحي مرة ثانية لمجلس لرئاسة جمعية المهندسين، وصار هاي سنة 2017. يعني عدت من جديد في دورة 2017. نعم، وكنت رئيس حق دورتين. دخلت الجمعية وأنا كان في بالي أن أعطي كلمة في من جحبتي من خبرة في العمل التطوعي وأعمل الجمعية في هاي الفترة يعني. والحمد لله يعني أعتقد أني حققت اللي كان في بالي، وبعد دورتين طلعت على أساس أفسح المجال حق غيري يعني. طيب خلينا نوقف عند الإنجازات اللي حققتها، سواء كان في المطارات أو في عملك الحكومي أو في العمل التطوعي في الجمعية، ما هي أهم الإنجازات؟ المطار، العمل في المطار كان عمل ممتع جدا يعني. فلما وصلت لمنصب مدير في هاي الفترة يعني قدرت يعني أول شيء أهم شيء صار إن بحرنت الوظائف يعني في مطار البحرين. المطار، وكنت مسؤول عن 240 موظف في الإدارة. ما شاء الله. كانوا يعني ما بين مهندسين فنيين وغير ذلك، 98% بحرينيين كانوا. هاي يعني إنجاز كبير. وفي نفس الوقت يعني كنت الإدارة كانت أول إدارة حكومية تحصل على شهادة الآيسو. سنة كم هذا الكلام؟ بعد سبعينات ثمانينات تسعينات. لأن تخرجت ثمانينات التسعينات. الآيسو، لأن الآيسو بدأت تطلع في التسعينات تقريبا يعني في ذاك الوقت يعني. فافتخر بهالشيء يعني، وافتخر أن دعم المسؤولين والموظفين وكذا ذي. الحمد لله يعني أنجزت يعني الكثير، وكثير من المهندسين طلعوا نتيجة لفكرة تطبيق البحرنة في ذلك الوقت يعني. بالنسبة لجمعية المهندسين على فترتين، الفترة الأولى طبعا أهم شيء كان برنامج تدريب وتوظيف المهندسين حديثي التخرج أيام ما كان الأستاذ عبد النبي الشعلة وزيرا للعمل. في ذاك الوقت قدرنا نوظف 330 مهندس من خلال هالبرنامج. ما شاء الله. هاي البرنامج كان بدعم من الحكومة، والبرنامج توقف عقب ما انتهت الميزانية. وعقب ما صرت رئيس مرة ثانية رجعنا هالمشروع على وسميناه برنامج تمهيد، وما زال مستمر بدعم من الوزارة، وعندنا فريق من العمل يشتغلون عليه. فهاي يعني إنجاز هام بالنسبة لي في ما يتعلق بتوظيف المهندسين، بالإضافة إلى شيء يعني مميز وهو مركز التدريب لجمعية المهندسين البحرينية اللي تأسس ولديه سجل تجاري خاص. فإحنا الجمعية الوحيدة اللي لها سجل خاص في مجال التدريب لدعم المهندسين وتدريبهم وكل هالأمور يعني. وطبعا هناك ما يتعلق بتقديم المنح للطلبة والدراسات العليا وكل هالأمور. طبعا لازم يجب أن أذكر يعني أول شيء احتفالات الجمعية باليوبيل الفضي سنة 1997. هاي احتفالية كانت مهمة في مقر الجمعية بحضور الجديد اللي في الجفير ولا القديم؟ لا، هو في الجفير نفسه. القديم خلاص انتهى يعني. احتفالية في 97 بحضور سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الأمير الراحل الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة في مقر الجمعية. كانت احتفالية مميزة جميلة. وفي نفس الوقت يعني في المرحلة الثانية من رئاستي للجمعية بعد يعني صادف أن اليوبيل الذهبي صار بعد في فترتي. فكانت هناك احتفالية كبيرة في مركز المعارض تحت رعاية جلالة الملك. والحمد لله يعني أنا يعني مريت في اليوبيل الذهبي واليوبيل الفضي خلال رئاستي للجمعية يعني. طيب، وإحنا نتكلم أيضا عن العمل التطوعي، وأنت ابن المنامة وابن فريق الذواودة، وهذا شيء فخر للفريق بأن يخرج منه دكتور
يألف كتاب في أساسيات العمل التطوعي، وهذه كتب قليلة جدا. لاحظت أنا في كتابك هذا أن يعني حتى المراجع تقريبا عندك 18 مرجع أجنبي، لكن معظمها من مقالات أو معلومات من الويب سايت. نعم. والمرجعين العربيين الموجودين أحدهما كتابك الأول أساسيات الإدارة. نعم. فيعني هل هو لضعف الكتب العمل التطوعي الواحد لابد أن يلجأ إلى الويب سايت والإنترنت أم ماذا؟ يعني أنت الآن أصبحت من أوائل، وهل لهذا السبب تعد خبير في العمل التطوعي وفي الكتابة؟ السبب الأول الأولي، أو خلينا نقول إن في سببين لإصدار الكتاب. الكتاب كتبته في مرحلة الكورونا على أساس الهدوء، وكان فيه متسع من الوقت، قلت بستفيد من الوقت في شيء مفيد يعني. فبعد تفكير موضوع عن موضوع الكتاب، فشفت أن موضوع العمل التطوعي، وبما أن نحن كنا في مرحلة الكورونا وكان في عمل تطوعي وفريق البحرين وعالميا الكل كان يشتغل بشكل تطوعي، قلت يعني لازم في مراجع عما يتعلق بتنظيم العمل التطوعي. سويت بحوثي، شفت ان الكتب قليلة جدا في العمل التطوعي. صحيح. في الكتب الغربية، في المكتبات الغربية عفوا، في مجموعة من الكتب، بس في المكتبة العربية ما مش الا كتب قليلة جدا يعني. فقلت ان انا فرصة، اول شيء اكتب في الكتاب عن العمل التطوعي، وألخص فيه بعد خبرة 50 سنة في العمل التطوعي، وثالث شيء أن الكتاب لازم يكون بالعربي على أساس إضافة جديدة للمكتبة العربية. وبعد شيء ثاني، أن الكتاب دعم الكتاب، بما أنه هو عمل تطوعي، دخل الكتاب أو ريع الكتاب يكون 100% للعمل الخيري يعني. فهاي الإصدار الأول إن شاء الله سنة 2021 أصدرته؟ على أساس في زمن الكورونا يعني. فإن شاء الله بيكون في إصدار ثاني على أساس أحدث المعلومات، وفي بعد عندي فكرة أن إصدار آخر باللغة الإنجليزية يعني. طيب. أنا لاحظت أن في اهتمام في الكتاب وفي إقبال وايد عليه يعني، فليش لا؟ وهالأيام يعني نمر في ظروف كارثة الزلزال في سوريا وتركيا يعني، فدور المتطوع مهم جدا، وهو دور إنساني يعني. وبعدين مشاركة المجتمع باعتراف الأمم المتحدة في النهضة أو تحقيق الأهداف الشاملة يعني هدف أساسي، وبالتالي يعني يأتي هنا دور المواطن ودور الإنسان خلينا نقول في المشاركة في العمل التطوعي من أجل رفاهية المجتمع، كل من حسب ظروفه، حسب إمكانياته، حسب خبرته وكذا يعني. مو بلازم كل شخص يقعد يشتغل في العمل التطوعي من الصبح لليل، لا، يمكن حسب الوقت المتوفر لك، لكن كلنا لازم نشتغل في كل الظروف وفي كل الأزمات والكوارث. وضمن إصداراتك، ويبدو أنك أنت تولعت الآن بالتأليف، أيضا أفردت كتاب قبل ذلك، وهو الذي بدأنا به اللقاء بعيدا عن كل شيء، للمحاولات الشعرية، وهو كان يتيم يعني، ما في غير المحاولات دي. لكن ما لاحظت أن هذا الكتاب في كثير من القصائد عن الحب، حتى أن عندك قصيدة أجنبية River of Love أنت مسمينها كذا، وهي تقريبا 8 أشطر أو أسطر يعني، بسيطة القصيدة باللغة الإنجليزية كتبتها في الكتاب، وكل على الحب، لكن لم تذكر لنا هل هو حب خيالي أم هناك امرأة مقصودة، لأن تقول إليك ومنك وما تذكر الاسم، ما تذكر من. فش قصتك ويا الكتاب هذا؟ هو سبب إصدار الكتاب، لأن أنا كنت أكتب في الخواطر العاطفية وأنا صغير يعني، فتجمعوا فوق بعض يعني، لما الملف انترس يعني. فكنت أفكر يعني، وأنا دائما في يعني أقول إن الواحد إذا عنده شيء في مخه وفي باله لازم يفيد الغير يعني، فما يصير إن هالخواطر تكون حبيسة الأدراج مثل ما يقولون يعني. فقلت عفوا يعني، مو فقط الكتاب لا يشمل فقط يعني الجانب العاطفي، فهناك خواطر عن الذكريات في الفريج، البيت، العود، عن الموسيقى وكل هالأمور يعني. فالكتاب عاطفي في الباب الأول، يتعلق بالأمور العاطفية بشكل عام يعني،
وكتبته على مر السنين، يمكن على مدى 20-30 سنة جمعتهم في الكتاب لا أكثر ولا أقل يعني. والجانب الآخر مثل ما قلت لك يعني فريج الزوادة، فريج الحب، والبيت العود، كل تاريخ البيت العود، الموسيقى، وفي بعد قصيدة عندي عن ذيك الأيام، أيام أطفال الحجارة يعني عن فلسطين. يقال بأنك فنان موسيقي وتعزف على كم جهاز تعزف؟ أعتقد 3 أو 4 آلات يعني. اللي هي؟ أنا ابتديت بالميلوديكا، بعدين الأكورديون، وبعدين الكيبورد، كيبورد هو الأورج يعني، وبعدين العود والإيقاعات. العود، العود طبعا هذه آلة شعبية ويعني معروفة يعني. طيب وأيضا لك يعني هوايات كرة القدم، وأيضا الفسيفساء، يعني لها علاقة أيضا بالهندسة والأمور الأخرى، وكذلك الطبخ. نعم. فما حكايتك مع تنوع الهوايات وبالذات كرة القدم؟ يعني أنا أسمع أن بعض الشباب يقولون أنت ما زلت تتابع كرة القدم لحد الآن. أنا ما أتابع كرة القدم، لكن كرة القدم في دمي يعني. يقولون أنت أسست رابطة أو شيء مشجعي ليفربول، يعني ليش ليفربول وهو في البحرين؟ هو يعني الحب أو التعلق بليفربول لما كنت أدرس في بريطانيا، وتحديدا في ساوثامبتون. ساوثامبتون في أقصى الجنوب وليفربول في أقصى الشمال، لكن لسبب أو لآخر الحب تولع بليفربول يعني. فهالكلام كان في سنة 1977، واستمريت معهم يعني هناك، بس ما كنت أحضر المباريات لأن كان في شغب ذاك الوقت في الملاعب، وكان خطر من الواحد، بس كنت أتابع من خلال التلفزيون والجرائد وكذا. وبعدين نفس الشيء لما رجعت البحرين، ذاك الوقت ما كان في نقل مباشر إلا يمكن مباراة واحدة في السنة يعني الاف اي كاب يعني، كنت أحرص أن أشوفه يعني. لكن عقب ما النقل صار مباشر وكذا، ذي زادت اتصالاتي مع نادي ليفربول، واشتغلت على فكرة أن يكون في فرع لمشجعي ليفربول في البحرين يعني. وبعد فترة يعني حصلت على الموافقة، وتم تأسيس رابطة مشجعي ليفربول يعني، وأنا رئيسها حاليا يعني، يسموني الأب الروحي لليفربول. ما شاء الله يعني. طيب فرق البحرين ما شجعت واحد، ما تعصبت ولا حاجة؟ طبعا أنا من الصغر كنت مع نادي العربي في الحورة، على أساس أقرب نادي للفريج يعني. من كانوا اللاعبين المهمين ذاك الوقت تذكرهم؟ محمد الأنصاري، محمد الزياني، فؤاد أبو شقر طبعا هاي مرحلة ثانية، محمد الذوادي، الكويتي، حارس المرمى تذكره؟ دائما حارس المرمى مذكور يعني. حارس المرمى أذكره بس في هالوقت، وقت المقابلة نسيته يعني. ساعات كان في واحد يلقبونه بتويست، بس نسيت اسمه الأصلي. بس يعني مجموعة ممتازة يعني. طبعا في لعبت وياهم شيء؟ لا ما لعبت. لعبت أقرب نادي كان نادي العاصفة اللي في رأس رمان، بس ما لعبت، كنت ألعب بس فقط في الفريج يعني. فطبعا نادي العربي كان في ذاك الوقت، عقب تغير الاسم إلى أو اندمج النادي مع كذا نادي آخر، اليرموك ونادي آخر، فسموه نادي الوحدة، وبعدين الهلال ترسانة أو شيء وياهم ترسانة كان. صح، ترسانة واليرموك على حسب ما أذكر، وإلى أن وصل إلى نادي النجمة يعني. بس الحين متابعتي الرئيسية مع ليفربول، ويعني إحنا رسميا مسجلين في النادي، احنا نعتبر ان نتبع نادي ليفربول في بريطانيا، وعندنا تسجيل رسمي في هيئه الرياضه في البحرين يعني. اذا يستدعونكم لمباريات هناك ولا يعني يعلمون بهذا التواصل بينكم بينهم؟ طبعا التواصل على طول، واجتماعات، وفي نوع نتورك مع الروابط الثانيه في المنطقه يعني، وهو شيء جميل. وأنا أحضر بين الحين والآخر يعني المباريات هناك يعني حسب الظروف يعني. فالمتابعة حلوة يعني، الحين الكل صار يتابع بسبب النقل التلفزيوني يعني، مو فقط نقل تلفزيوني، تقدر تشوف المباراة من أي مكان كان يعني. وفي تجمعات لنا في وقت مباريات ليفربول يعني، فأحب أقدم هذه الخدمة لهم، الحمد لله ماشيين زين يعني.
طيب ضمن هواياتك أيضا، وإحنا جالسين في مكان مليء بالإكسسوارات والتراث التاريخي يعني، هل هذه ضمن الهوايات تحب تجمع مثل هالأنتيكات والإكسسوارات التاريخية؟ لا والله ما عندي هالهواية، لكن من شوية دكتور ذكرت عن الهوايات الثانية اللي تتعلق بالموسيقى. طبعا الموسيقى منذ الصغر، اللي علمني الموسيقى الأستاذ محمد ناصر، وأنا قبل ليلتين شفته بالصدفة يعني. يعني في حكاية حلوة هني يعني. أنا كان عندي أكورديون في البيت ذاك الوقت، يعني الأكورديون كان مكلف وكذا، ما مو بكل من كان يمتلكه، فالوالد شراحه للإخوان يعني، وأنا الوحيد اللي كنت يعني أحاول أعزف على الأكورديون. فمحمد ناصر كان معاي في المدرسة في رأس رمان، أنا كنت معاهم بعد في الفرقة، فهو طبعا كان موهوب، وطبعا هو تدرج ودرس موسيقى إلى صار رئيس فرقة البحرين الموسيقية. كنت أشترط عليه أن كان يبي مني دائما يبي يستعير مني الأكورديون، كنت أشترط عليه أن ما أستعيره الأكورديون إلا لما يعلمني مقطوعة. فابتديت بمقطوعة تفكروني، قلت له خذ الأكورديون علمني هالمقطوعة بعدين تقدر تستعيره. وبالفعل هاي الحكاية كانت سنة 1966، لأن الغنية طلعت في هالوقت. وبعدين خلاص يدي تعودت على الموسيقى واستمريت، لكن هو استمر في الموسيقى أنا استمرت في الهندسة يعني. لكن هواية الموسيقى سواء كاستماع أو كعزف لحد الحين الحمد لله يعني مستمر. والفسيفساء هاي شلون قصتك؟ الفسيفساء بعد هاي أو المزيك يعني، هاي بعد يعني نتيجة من إفرازات الكورونا خلينا نقول. بعد كان في عندي متسع من الوقت، فحبيت يعني أشوف لي هواية جديدة يعني. وبالصدفة شفت لي كورس في البحرين عن الفسيفساء حضرته، وبعدين شفت روحي خلاص. عند من حضرته؟ في فنانين تشكيليين شيء؟ في واحدة أم عبد الله عندها مركز للتدريب، يعني كان وركشوب بسيط يعني. فبعد هاي بدأت أسوي أعمالي بنفسي يعني، أطلب الفسيفساء من خارج البحرين من أستراليا أو إيطاليا، وأبتدي أسوي الأعمال اللي تتعلق بالموزايك وخاصة بالخط العربي يعني. أعمالي تتعلق أساسا بالأعمال الفنية اللي تتعلق بالخط الكوفي العربي، والحمد لله أنت محتفظ فيها. أي نعم، فترة قصيرة يعني، وناوي يعني أتبحر إن شاء الله أكثر في هاي الفن يعني. زين، نوقف عند الهواية الطبخ، إيش قصتها وياك يعني؟ أنت تطبخ دائما ولا مجرد هواية طائرة كذي على الطبخ هواية على حسب الوقت يعني. يعني مو طباخ في البيت؟ لا 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 مو طبخ، لكن استمتع في الطبخ، لان مو فقط اني ادخل المطبخ، لا عندي يعني انا يعني اؤمن بالتخطيط. وانا على فكره انا من صاحب فكره ومن مؤسسي جمعيه البحرين للتخطيط الاستراتيجي. موجوده مستمره؟ اي نعم موجوده. سنه كم اسستوها؟ سنه نسيت في 2000 اعتقد 2005 2006 شيء منه. فحتى في الطبخ، في هواية الطبخ عندي ما يسمى بالتخطيط يعني. ما شاء الله. اول شيء مثلا اليوم الجمعة، اليوم عندي اقرر اقول حق العائلة انا اليوم بطبخ، اليوم طباخ ايطالي، اروح اول شيء اقرر شنو بطبخ واسوي نوع الفلو شارت حق كل طبخة أسويها بشكل هندسي يعني. مو بإني أقرأ من الانستغرام ولا من الويب سايت أو يوتيوب إن كيفية هذه، أفكر في طبخة معينة. أنت تخترعها يعني؟ أخترعها وأخذ أفكار بصراحة يعني. طيب هذا الاختراع ما في شيء من الصغر، من فريق الدواودة، من المنامة، من طبخات شعبية ما تلجأ لها يعني؟ يعني بلا، أطبخ شعبية، لكن هاي مو هواية مو من الصغر يعني. فبهاي الفلو شارت ابتدي اطبخ، والحمد لله يعني النتيجه جيده يعني. ودائما الاصدقاء يعني يمرون علي يقولون لي يعني احنا ما بنيك الا بروحك تطبخ يعني. ما شاء الله. في طبخه شعبيه اجتها يعني الايام تطبخها بحرينيه؟ انا اكثر شيء اركز على المطبخ الايطالي. الايطالي ايش معنى علاقتك؟ أسهل يعني، أسهل في هذا يعني. إذا رحت حق المطبخ البحريني أول شيء الكمية ضخمة، وبعدين
تحتاج مهارة يعني طباخ بالفعل يعني. إذا أم العيال مريحة شوية إذا أنت تطبخ يعني؟ لا لا يعني هاي أحياناً هواية يعني، فمو بشكل مستمر. طيب على ذكر أم العيال لندخل إلى البيت الصغير، متى أسست هذا البيت الصغير؟ أنا تزوجت سنة 1988. نعم. وزوجتي سوسن حسن قنبر، وحين عندي العيال كبرهم، عندي بنتين وولد، بنتي اسمها ناجلي والثانية اسمها ريم، والولد مهندس اسمه عبد العزيز. إذا أنت أبو عبد العزيز يعني يسمونك. أسميت على اسم الوالد الله يرحمه يعني. طيب هل في الذرية أحد أخذ نفس طريقك سواء في الهندسة أو في العمل التطوعي؟ في العمل التطوعي نعم، وفي الهندسة كذلك. عبد العزيز هو مهندس، وبنتي نازلي هي عند رئيسة جمعية الفجر الجديد النسائية، ولها باع في العمل التطوعي، وكذلك هي مؤلفة تصدر كتب، وبنتي ريم في الرياضة وتشجيع الرياضة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هل ضمن تأليف الكتب والإصدارات، أنا أعتقد أنت بدأت عندك حماس في التأليف، هل عندك في شيء في مشاريع قادمة في تأليف الكتب؟ نعم، في ثلاثة مواضيع لكن ما أقدر أذكرها الحين يعني. زين طيب. يعني أهم شيء وجود الوقت يعني، فالأفكار موجودة بس باقي الوقت، تخصيص الوقت لإصدار المزيد والكتاب يعني. لحين ما بديت فيهم، فكرت في المواضيع لكن البدء بحاجة إلى وقت وتركيز يعني. طيب أبو عبد العزيز دكتور ضياء، من حياتك في فريق الدوافدة إلى الآن، الأعمال دي كلها والخبرة والهوايات والمواهب دي كلها، بماذا خرجت في حكمة في الحياة يعني أنت ترددها وحتى الشباب يسمعونها منك؟ والله بتستغرب إذا دكتور أقول لك أن الحكمة اللي دائما في بالي حكمة عربية بسيطة، بسيطة جدا لكن مهمة، مهمة لأقصى درجة، وتحمل كل معاني الإدارية الجميلة اللي على أساس أن الإنسان يقدر يطور روحه وينظم أموره. الحكمة هي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فحكمة هاي الكل يعرفها لكن تطبيقها مهم جدا، أن بتأجيل العمل لليوم الآخر تتفاقم الأعمال، تتفاقم الأمور، والواحد يدش في مرحلة العشوائية في العمل، فبالتالي الواحد عمله في حياته سواء حياة العائلية أو حياة الوظيفية أو التعليمية، عمله لازم يكون منظم. تنظيم يأتي من خلال عدم تأجيل العمل إلى يوم آخر واللي بعده. وطبعا لازم ما ننسى ان فقط على اساس ما نأجل العمل ان نقعد نسرع العمل، لا، لازم العمل يكون منظم وبشكل مناسب. فبالتالي يعني هاي الحكمة ممتازة، واتمنى من كل الشباب يعني يحطونها في بالهم من بدايات الدراسة. طيب دكتور ضياء، كما بدأنا بالبيت العود ننتهي بالبيت العود ايضا، وبكلمات أنت كتبتها عن الوالد عبد العزيز توفيقي الله يرحمه. أنت تقول في كتابك الإدارة بأن الوالد علمك أن تكون قائدا ومديرا وصارما، لماذا؟ هو الوالد كان الله يرحمه معروف عنه كان عصبي جدا يعني، يعني تربيته لنا تربية عسكرية تقريبا يعني، ومثل ما قلت في بداية اللقاء أنا كنت أشتغل معه يعني، اشتغلت معه فترة طويلة في محلات كاليفورنيا هاوس، كنت أشوفه شلون يقود العمل، أنه يدخل في كل التفاصيل، وقائدا أنه كان يشوف كل صغيرة وكل كبيرة يعني. وعصبيته من خلال عصبيته خلان الوالد يعني نكون يعني حريصين على إنجاز العمل في، ومن خوفنا يعني من العصبية بطريقة دقيقة جدا يعني وبطريقة منظمة يعني. فأساسيات العمل ويعني الاستفادة من خبرة الأكبر كالوالد فرضا اللي تتمثل في تنفيذ العمل والوصول إلى العمل الجيد، العمل المبتكر، العمل الجميل، سواء في مرحلة الدراسة أو مرحلة العمل.
يعني هي صرامة إيجابية يعني. طبعا طبعا إيجابية لآخر درجة. طبعا أنا أقدر أقول يعني صرامة في بعض الأحيان كانت صعبة، لكن إحنا أنا وإخواني استفادنا من هاي الصرامة يعني. فهذه يعني الفن في إدارة الحياة، أن الواحد يستفيد من أعمال الآخرين بطريقة إيجابية. من أصدقاء الدراسة من تذكر منهم؟ طبعا العدد كبير، حاول يعني أستذكر بعض الأسماء في المرحلة الإعدادية والثانوية. اللواء الشيخ خالد الخليفة كان معي في المرحلة الإعدادية، والمرحوم الدكتور أحمد عقيل الجناحي والدكتور إسماعيل المدني، وبعد عندك الأخ يوسف حاتم والأخ إبراهيم السليطي والأخ محمد الصادقي. هذه المجموعة كانوا معاي في المرحلة الإعدادية، وفي مجموعة ثانية يعني كنا والله في المرحلة الإعدادية يعني مجموعة جميلة جدا ومجموعة مترابطة يعني. فحتى أذكر أن انتقلت للمرحلة الإعدادية وأنا مستغرب، لأن المدرسة كانت أكبر كثير من مدرسة رأس رمان. مدرسة رأس رمان كانت بيت قديم، والكراسي والطاولات كانت متلاصقة لدرجة أن اللي بيروح الصف الثاني ولا الثالث لازم يشقى حال الكراسي يعني. لكن في المرحلة الإعدادية والمدرسة القضابية الصفوف كانت أكبر والعدد كان أقل وكذا، كانت دراسة ومرحلة مريحة جدا يعني. في صورة لك مع فريق كرة قدم، هي كانت في المرحلة الإعدادية دي اللي انت حاط يدك على كتف من هذا الفريق؟ كان هاي سميناه فريق نادي الوحدة. هذا نادي الوحدة هاي في المرحلة الابتدائية. والصورة في وين السفارة البريطانية حاليا؟ هناك قبل أتذكر المنطقة كانت خالية تماما، مأخوذة هناك يعني. طبعا في كثيرين، الأخ حسنين في المرحلة الثانوية، الأخ سمير عليوات، الأخ فيصل شرف، وكثيرين بصراحة أخاف البقية يزعلون ما أذكر أساميهم. بس يعني مجموعة عودة كانت في المرحلة الثانوية، من أول ثانوي للتوجيه يعني. وما زلنا مستمرين يعني، الحين عندي شلة كبيرة من الأعضاء يعني، ما بيذكر أساميهم أخاف يعني بعد أحد يزعل يعني. وعندي مجلس في البيت نتواصل على طول، ومسوي لهم برامج داخل البحرين وخارج البحرين وكذا، والحمد لله الحمد لله على نعمة التواصل يعني.